أنا منذر سلال من مدينة منبج، مواليد عام 1986. من أول ما دخلوا داعش على مدينة منبج بدأوا يفرضوا سيطرتهم وغطرستهم على المدينة، فأنا استشعرت الخطر اللي جاي من وراهم. فمن أول أسبوع طلعنا بمظاهرة ضدهم لنطالب بالمركز الثقافي اللي استولوا عليه، اللي نحن من الأساس كنا تاركينه للمدنيين، للثقافة، للمطالعة بالمكتبة. حاول التنظيم اعتقالي عدة مرات وحتى كلف ناس باغتيالي. هذا الشيء بسبب انه نحن كنا تقريبا بشكل اسبوعي نطلع بمظاهرات ضدهم وحتى نسوي اعتصامات امام مركزهم. تم اتهامي بالردة تقريبا مع اول مظاهرة قمنا فيها ضد تنظيم داعش، فدخلوني لعندهم وتم نقاش بحدود الخمسة ساعات بيني وبينهم. صاروا يناقشوني عن شكل الدولة اللي بدكم اياها وشو مطالبكم، وانا اطالبهم بالمركز الثقافي، هن يطالبوني ايش رايك بالديمقراطية، ايش رايك بالدولة السورية ولا الدولة الاسلامية. ومن هذا النقاش فهون كان في شخص تونسي حضران النقاش، اجى لعندي متهجم وقال لي انت بتدعو للديمقراطيه اذا انت كافر. هي يعني هي اللهجه اللي انا متذكرها منه تماما. فمسكني من قميصي وكنت قاعد وشدني هيك لعنده، هو كثير ضخم، فبدانا نتعارك. واجوا كان في معي ناس حجزوا بيناتنا، وهذا بالمركز الثقافي بالمقر عندهم. بعدين رجعنا جلسنا في مكتب الامير تبعهم، قال لي إذا ما رح تبطل من هاي الأفكار وهي المظاهرات اللي عم تدعو عليها رح أقطع راسك وأحطه بنصف الساحة في مدينة منبج. ولكن هذا الشيء مثل ما بتعرفوا ما هو دائم ولن يدوم. بالفعل بعد ما سيطروا داعش على المدينة مباشرة بعتوا دوريات على منازلنا ومنازل أهلي ورشوهم بالرصاص هيك انتقاماً. كل عائلتي تقريبا تشردوا، شي بتركيا وشي بريف حلب، بسبب اتهاماتنا بالردة. وكانوا يعتبرونا يعني يعتبروا نشاطي ما هو نشاط شخصي، كانوا يعتبروا نشاط عائلي. وكل ما نملك من ممتلكات في المدينة أخذوه صار ملكهم.